بيتحرش بمرات ابنه وقدام ابنه لغايه ما حصل الجريمه اللي هقول لكم عليها دلوقتي في المطبخ ومش واخد باله من ابنه وراه. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه سامح، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريم، لكن بنقدم النصيحه بنقدم العظه، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. تعالوا بينا اعزائي المشاهدين نشوف اللي حصل في اويسنا محافظه المنوفيه. ما فيش شك، انا دايما بقول اكتر اتنين بيتمنوا لك السعاده الاب والام. بعد الاب والام مش هتقلق، حتى اخوك لو انت نجحت هو يغير منك. في اكتر من كده، اخوك اللي من دمك يوم ما بتنجح انت وتوصل لمنصب او لمكان او حتى تشتري عربية او بيت، اخوك بيغير منك، هو بيتمنى لك السعادة وبيفرح لك، بس بيبقى قلبه نفسي اكون زي اخوي. ده غير عادية جدا وغير معروفة، يعني كل واحد ما يحبش غير نفسه بس هو الاول نمبر وان، زي محمد رمضان كده شايف نفسه ان هو تفوق على كل اقرانه من الفنانين، بيقول انا نمبر وان. فكل واحد بيتمنى يكون كده نمبر وان، كل واحد شايف نفسه رقم واحد، وكل واحد بيتمنى ان هو يكون رقم واحد الا الاب والام. الاب والام بيتمنوا ان هم يكونوا نمبر وان، بيتمنوا ان ابنهم يكون هو رقم واحد وهم من بعديه، مش اشكال. بيحبوا الخير حتى لو كان على حسابهم هم، بيوفروها من بقهم عشان يدوها لاولادهم. الاب والام كده، الحب اللي غير، ربنا خلق الاب والام زي الشمعه بالظبط، تفضل تتحرق وتسيح لغايه ما تتلاشى وهي بتنور الطريق لاولادها. هو الاب والام كده، لكن احيانا بتشذ القاعده دي، احيانا بنشوف حاجات غريبه جدا. تعال نشوف اللي حصل في مركز اويسنا محافظه المنوفيه. اب عنده ولد، الاب ده على المعاش، اسمه مدحت، عنده 67 سنة على المعاش. عارفين على المعاش يعني ايه؟ يعني عدى 60 ممكن 5، يعني بقى له 6-7 سنين على المعاش، راجل كبير. لكن صحته مساعداه. عشان كده بنقول في اوروبا بيقولوا ان سن الستين هو سن الشباب. الراجل بعد مراته ميته ماتت، عايز حد يشوف شؤون البيت، حد يراعي البيت، حد يجهز لقمه، حد ينظف الهدمه، حد يشوف المتطلبات برضه. فقال بدل ما اتجوز انا اجوز ابني. عنده ابن اسمه مصطفى. يا مصطفى تعال نجوزك يا ابني، عشان ما ينفعش نعيش كده من غير واحده ست. اي شاب طبعا بيفرح. الولد قال له ماشي يا ابويا تعال نرجع عروسه، المهم وجع اختيارهم على عروسه بنت مؤدبه، بنت ناس محترم. والولد كان بيحبها جدا مصطفى، وهي حبت مصطفى واتجوزوا وراحت البيت عند اللي هو بنقول عليه بيت ابوه، يعني ما فيش غير ابوه والولد. اتجوزوا والبنت كانت نعمة الزوجة. لكن الولد الشاب لاحظ حاجة غريبة جدا، ان ابوه بيهزر مع مراته، مع مرات ابنه، هزار غريب جدا، وبيحاول يتحرش بمرات ابنه. تخيلوا الاب بيتحرش بمرات ابنه وقدام ابنه كنوع من الهزار، خد يا بنت وامسك كده، خد يا بنت ويحط ايده على رجلها. طبعا ده كلام الولد مش راضي عنه، بس المشكله ان هو بيعمل كده قدام ابنه. فالولد قال لمراته خلي بالك انا مش عايز ابويا يهزر معاك كده، معاكي كده. قالت له انا مش قلت لك وقف ابوك عند حده؟ قال لها انا ما اقدرش ان بيعمل كده قدامي، لكن انت حاولي تصديه، ما تخلوش اسمع، انت نفسك خشميله زي ما بنقول، وقفيه عند حد وانا مش هزعل منك. قالت له خلاص ماشي. فعلا البنت ابتدت بقى كل ما الراجل يتحرش بيها توقفها، فيها يا عمي؟ خير يا عم، انا مدور بنتك، انا مرات ابنك، فيها يا عم؟ هو انتوا جايبيني من الشارع؟ ابتدت تخشم له باللغه الدارجه، ابتدت توقف له ومش سايباه يتحرش بيها او يمد ايده عليها او يحاول يلمسها، زي ما كانت في الاول بتنكسف لانها خدت الضوء الاخضر من جوزها. كان في الاول جوزها بيبقى قاعد والاب بيعمل كده، هي كانت بتبص لجوزها وجوزها ما بيقدرش يتكلم. لما جوزها عطلها بقى
الكارت الاخضر وقال لها براحتك اعملي اللي انت عايزاه، ابتدت تكوش في ابو جوسها حماها وجوسها قاعد لغايه ما حصل الجريمه اللي هقول لكم عليها دلوقتي. بس قبل ما اقول لكم تعالوا ادعوكم للاشتراك في قناه ساعه مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت اذاعه الحلقه. اللي حصل ايه؟ البنت بعد ما تعشوا دخلت تعمل الشاي، الواد طبعا عينه على ابوه، ده الواد كان بيبقى في الشغل يتصل بمراته كل شويه اقفل على نفسك الباب، وخاصه ما عندوش ظروف تخليه يروح ياخد شقه مستقل، وفي نفس الوقت الناس هيقولوا ايه الراجل عايش بطول وابنه خد مراته وراح عزه البر، يبقى في حاجه حصلت، فالناس مش هتبطل كلام. المهم البنت دخلت تعمل الشاي، الزوجه دخل وراها حماها، الواد قاعد بيتفرج على التلفزيون وعينه على ابوه، لقى ابوه داخل المطبخ ورا مراته، فالواد قام من مكانه بيجري بيشوف ابوه دخل ورا مراته ليه، فلقى الاب حاضن البنت وعايز يبوسها في المطبخ ومش واخد باله ان ابنه وراه، فهي راحت عطياله بالقلم، عطيه لحماها بالقلم، الراجل لما فاق بيبص وراه لقى ابنه في وشه، الابن ملقاش غير السكينه ونزل طعن في ابوه. هنا انا يعني هل نقدر نقول ان الواد كان بيدافع عن شرفه هنا؟ لكن هنسيب ده للقضاء. لكن اللي حصل بعد ما ضربه شيء طبيعي، البنت ابتدت تصوت جوزها وراح في داهيه مع مين؟ مع ابوه. ابتدت الناس تدخل الموضوع، الراجل كان لسه فيه زي ما بنقول باللغه الدرجه الرمق، شالوه ودوه على مستشفى اويسنا العام، الشرطه جات تم القبض على الابن، قال ايوه انا اللي ضربت ابويا بالسكينه، كان بيتحرش بمراتي وكان دايم بيحاول ان هو بيراوتها عن نفسها، وهي جت قالت لي وانا قلت لها يا بنتي انت ما تسكتيش لابويا ورد عليه وما تحاوليش ان انت تسكتي، لانك انت سكوتك ممكن يشجع ابويا على اكتر من كده، وهي فعلا ابتدت ترد عليه وابتدت توقفه عند حده، لغايه ما انا امبارح فوجئت ان ابويا دخل وراها المطبخ واكتشفت انه بيمد ايده عليها وعايز يحضنها ويبوسها، ما فوقتش من نفسي غير وانا مسكت السكينه وضربته الطعنات دي اللي خلت الان في الانعاش. والبنت الزوجه نفسها صرحت بنفس الكلام وقالت دخل ورايا المطبخ وكان عايز يلمس جسمي، وانا جوزي فوجئت ان جوزي شاف المنظر ده، لانه كان في الاول بقول لجوزي كان بيقول لي واقفين عند حده، المره دي حماية تعدى الحدود، فما كان من ابنه اللي هو جوزي مسك السكينه وضربه وهو بيدافع عنه. طبعا النيابه طلبت تحريات الشرطه وما زلنا مستنيين التحقيقات تثمر عليه، لكن الشاب معترف وسلم السكينه اللي ضرب بيها ابوه، والزوجه ايدت كلام الزوج، والان هو في القضاء لانتظار العقوبه الواجبه. يعني احنا بنشوف قضايا غريبه جدا، هل الولد هنا كان بيدافع عن شرفه؟ هل ما كانش فيه اسلوب تاني غير انه يضربه بالسكينه؟ ده هيبان لما نشوف الحكم والقضاء المصري هيحكم على الشاب بعقوبته. دي من القضايا الغريبة جدا النادرة الحدوث، لكن هي حاجات شواذ بتطلع كده بنحب نلقي الضوء عليها علشان بس ننقي الثوب الأبيض من بعض النقاط اللي ممكن تشوه جماله. وفي النهاية بنقول ايه غير لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم.